معاكم يحيى ابو كنزي، انا شغال في شركه عبده الدولي. احنا لينا بفضل الله 4 معارض، جمله وقطاعي الاثنين مع بعض. بفضل الله احنا عندنا من انتيكات لشجر، لمثلا تحف، علب، مناديل، شمعدانات، بورترهات، طبلوهات، مباخر، انتيكات، كل التزامات العروسه او كل مستلزمات، مثلا كافيهات، مطاعم، فيلا للشقق، جمله سواء شجر او انتيكات او تحف او اي حاجه. بالنسبه بقى عندك هنا مثلا شمعدانات ايكيا، ايكيا دي لسه نازله جديده. عندك مثلا الشمعدانات الكلاسيك اللي زي ديت، ده الشمعدان مثلا الثلاثي بيتباع في اي حته، مثلا مش هقول ارقام، انا هقول لك ارقام انا عشان برضو اللي يجي هيقارن. مثلا ده عندي ب 550، مثلا ده عندي ب 550، ممكن 3 قطع، عندي مثلا من ده 600، وعندي منه اللون الذهبي. عندي ممكن تلاقي مثلا واحده بورسلين زي كده، قطعه زي دي كده ممكن تلاقيها مثلا ب 350 جنيه. الشيفات بتبدا مثلا الكبير خالص 250، عندك طقم زي ده عامل 350. الايكيا الاصلي اللي هو لونه هو بيطوس عامل 350. ده 3 قطع. عندك الغزاله دي عامله 125. اي فازه، اي طفايه من دول في 125، اخرك 100. كل الانواع وكل الاشكال. طقم الغزاله ده اللي هو البورسلين، احنا ما بنشتغلش في حاجه مصري خالص، كله مستورد. يعني ده بورسلين. ده بورسلين. ده طقم 350 جنيه. طقم الدوناتس ده طبعا مكسر مصر كلها. بفضل الله عندنا احلى خامه واحلى جوده ب 250 جنيه الطقم. عندي علبه المناديل الشفاف اللي هي الاكليريك اللي ما بتتكسرش، اللي هي نحاس. دي عامله 350. الكريستال منها عامل 250. لو حابه تعملي علبه اكسسوري مثلا للشبكه او الكلام ده، عندك مثلا في ب 200، في ب 300، في ب 400، بس هي غاليه عشان هي نحاس مش عشان معدن. نخش مثلا على الطبلوهات. البورتريهات عندي زي ما انت عايزه، عندك بتبدا من 35 جنيه لغايه بورتريه ب 350 جنيه. ده اكبر حجم. في اكبر منه كمان بينزل لي، واسعاره لا تقارن باي اسعار اي جاليري تاني بفضل الله. يعني هنا ممكن تجمعي تاخدي كبير على صغير. هنا ده بورتريه 3 قطع، بيدوكي في الاخر 3 قطع. ده بانر. يعني ايه بانر؟ يعني مستورد. ده عامل 250. حاجه زي كده برضو نفس الفصيله مستورد، ده عامل 150. في بقى هنا بورتريه اللي هو الخشب العادي، اللي هو العادي الطبيعي بتاعنا بقى، ده الرسمه برضو 300 جنيه. ممكن تلاقي زيه 200 جنيه، بس طبعا الخامه تختلف. ممكن تلاقي الخمسه 5 قطع ب 300 جنيه، ده 5 قطع بقى، 1 2 3 4 5. المباخر عندي المباخر الاماراتي والسعودي، عندك دي عامله 400 جنيه. طقم التنوره اللي هو التركي، طقم التنوره ده عامل 400 جنيه. عندنا عندك طقم ده عامل 300 جنيه، ده 350 جنيه. كل دي ريش فايبر، يعني كل ده فايبر، ما فيش حاجه جبس عندي. كل ده عامل 235. عندك الشمعدان ده ب 600 جنيه. ممكن نخش على حاجات زي كده، ده حصان فايبر، لو جبس مش تقدري تشيليه اصلا، فاهماني؟ ده ب 500 جنيه عندنا. وبرده هرجع اكررها، اسعار خاصه للجمله ايا كان. دي بقيه المباخر 150 200 300، هتلاقي الاسعار بتاعت الفازات البورسلين في من 125 150 200 زي ما انت عايزه. عندك الطقم ده لسه نازل، طقم الفازه القلب ده عامل 350. عندك الشوكه دي مكسره الدنيا، بصي دي ما بتطوس ما بتتكسرش، دي عامله 160 جنيه. منها الكبير بتاعها المقاس الاكبر عامل 250. في حاجات زي كده شيك قوي، بس طبعا دي بورسلين، اللي هيمسكها يعرفها. العلبه بتاعتها لوحدها اصلا قصه، فاهمه؟ يعني دي تتغسل، دي ب 250 جنيه. الصينيه
العصفور اللي مصر كلها بتدور عليها على اي بيج ب 400 جنيه عندنا احنا ب 300 جنيه نحاس ما بتغيرش لون اي حاجه نحاسيه تغير لون بتجي لي تاني حتى لو بعد سنتين الانتيكات نفس الكلام عندك مثلا الاكسسوري دي بيتعلق عليها مثلا السناسل بتحط فيها الخواتم بتحط فيها الحلقان الكلام ده عند الصغير 250 والكبير 350 الشمعدانات كريستال 450 جنيه عرض خاص فيش تلات قطع اي شمعدان تلات قطع اي شمعدان عندك اللف اللف دي مضيئه بيركب لها حجره ومضيئه عندك مثلا الهوم الهوم دي نفس الكلام النتيجه نفس الكلام دي مضيئه دي عامله 200 جنيه دي بيركب لها من هنا حجره وبتنور برضو 17 شارع الجيش امام سنتر النور ممر السعاده